تعالوا اقول لكم الاخبار. الاهلي بيستأنف تدريباته غدا ان شاء الله استعدادا لمواجهه بطل جنوب السودان. اطلع بره يوم 9 او 10 او 11 من اغسطس الجاري باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي مع مارتن لاسارت، اكيد اتكلم معاهم واكيد كمان عاش في الاجواء الافريقيه. كنا بنقول ان هو مش متعاد على الاجواء الافريقيه والكلام اللي احنا بنتكلمه ده، لكن المدربين الكبار لازم يتاقلموا بسرعه، وان شاء الله يتاقلم بسرعه جدا، وان شاء الله نتعلم من اللي حصل في الفتره الاخيره. قفشه ومتولي ان شاء الله نشوفهم بكره في ميران النادي الاهلي مع محمود متولي وقفشه، وهيكون معاهم كمان ديانج وكمان رمضان صبحي اللي جددت له الاعاره. الاربع اسماء ان شاء الله كانوا مدعمين من النادي الاهلي ان شاء الله. زي ما بقول لحضراتكم اتكلمنا امبارح بالتفصيل، احنا قلنا كمان النادي الاهلي بيدور على العناصر اللي هو عايزها، بس ما بيعملش يعني كوكتيل صفقات زي ما بنشوف. عايزين عناصر مؤثره عن عناصر الجماهير كمان. خلاص الجماهير بقى عندها من الثقافه الكرويه انها تطلب لعيب بيبقى حاسس النادي محتاجه قوي. النادي محتاج لعيب مثلا في المركز ده، النادي محتاج لعيب ديفندر زي ما شفنا ديانج المالي عفوا، قفشه مع الرجاله الموجوده حاجه يعني، هيبقى مركز قوي جدا فيه منافسه كبيره جدا. اكيد كل المنافسه هتكون في مصلحه النادي الاهلي في الاول وفي الاخر. مؤمن زكريا وحشنا، مؤمن زكريا هيرجع ان شاء الله بعد اسبوعين او ثلاثه بعد ما اشتكى من اصابه في ركبته. بقول لكم الاخبار عشان كمان هكلم فيها مع كابتن رمضان السيد اللي هينورني بعد قليل. الخبر اللي احنا كلنا كاهلاويه كنا بندور عليه، الاهلي واستاد القاهره، قصه عشق بين الاهلي واستاد القاهره. واستاد القاهره للناس يعني اللي هي مش عارفه استاد القاهره بالنسبه للاهلي ايه، والاهلي بالنسبه لاستاد القاهره ايه، علاقه كبيره جدا جدا. استاد القاهره بينور بالنادي الاهلي، والنادي الاهلي طبعا عشقه الاول والاخير لعب على استاد القاهره. استاد الرعب بالنسبه لنا احنا، دايما بنطلق عليه استاد الرعب، والفرق بتيجي مرعوبه من استاد القاهره تحديدا. الاهلي بيشرف باللعب في استاد القاهره، واستاد القاهره بينور باللون الاحمر على ارضيه استاد القاهره. اتعاقدنا مع اداره استاد القاهره منذ فتره، لكن يعني اعلنا التعاقد، يعني الموضوع كان عادي واعلنا التعاقد. طبعا فخر كبير تلعب على استادك وملعبك اللي انت بتحبه وبتعشقه، الجماهير الاهلاويه حافظاه كرسي كرسي. لكن يعني مش عايزين بقى نتكلم زي ما احنا متعودين، خلينا احنا في نادينا الكبير، نادينا الكيان العظيم النادي الاهلي. اقول لكم الخبر بالظبط، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي ودينامو النادي الاهلي بصراحه اعلن عن تعاقد النادي الاهلي رسميا مع هيئه استاد القاهره لاستضافه مباريات الاهلي المحليه والافريقيه خلال الفتره القادمة. مرجان قال النادي الأهلي حصل على موافقة استاد القاهرة منذ فترة، حطوا تحت منذ فترة دي يا جماعة يعني كذا خط، في إطار تعاون الهيئة ورغبتها في مساندة الأندية المصرية بما يتماشى مع الروح الجديدة في الملاعب المصرية بعد النجاح الكبير اللي اتحقق في كأس الأمم الأفريقية الأخير، وكذلك الحضور الجماهيري والذي جاء بشكل منظم وآمن للغاية. أضاف أنه بعد الحصول على موافقة هيئة استاد القاهرة والعرض على مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تم التعاقد الرسمي من جانب النادي الأهلي والذي يقضي باستضافة النادي أو الاستاد لمباريات الأهلي في المرحلة المقبلة. المدير التنفيذي أكد كمان للنادي الأهلي العميد محمد مرجان، أكد على تمنياته بأن تكون كافة الأمور جاهزة بعد الانتهاء من الصيانة الصيفية لاستاد القاهرة. عارفين طبعا في صيانة دلوقتي في استاد القاهرة بعد البطولة الأفريقية، ولازم طبعا يبقى في صيانة بصفة مستمرة. شفنا استاد القاهرة في أبهى صوره بصراحة، كانت حاجة فخر كلنا يعني اتبهينا بالاستادات بتاعتنا، كانت تنظيم ولا أروع. لازم نذكر على طول محمد فضل مدير البطولة. إن شاء الله تكون مباريات الأهلي زي ما قال العميد محمد مرجان بكورة التظاهرات الرياضية على هذا الملعب التاريخي، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي باتت تحظى به الرياضة المصرية. ده كلام العميد محمد مرجان من مؤسسات الدولة، وأشار أيضا إلى تقدير مجلس إدارة النادي الأهلي هيئة الاستاد والتي أبدت تعاونا كبيرا لاستضافة مباريات الأهلي منذ أن جرى مخاطباتها في هذا الشأن. نحط تحت منذ فترة دي يا جماعة يعني كذا خط، مش عارف يعني حاجات غريبة بنسمعها، بس يعني هدينا بنفرح وبنتبسط كلنا، ايه المشكلة يعني؟ ماشي. ايضا في نفس السياق، في نفس السياق العميد محمد مرجان مدير التنفيذي النادي الاهلي اللي اجتمع مع مديري الافرع في النادي الاهلي، ان شاء الله تشوفوا خدمات اكتر. هقول لكم يعني ملخص الخبر، خدمات اكتر طالبها الكابتن محمود الخطيب في الافرع النادي الاهلي
يعني عايزين يعملوا كل حاجه في ايديهم للاعضاء، فهنطور ان شاء الله خدمات جديده زي ما قال العميد محمد مرجان مع مدير الافرع، هنشتغل على قدم وساق زي ما احنا متعودين دايما، لكن ان شاء الله يكون بشكل اكبر وشكل فيه يعني كل الاهتمام لحضراتكم ممكن تتخيلوه. ودي عاده النادي الاهلي، ودي اللي بنحرص عليه دايما او بيحرص عليها دايما مجالس ادارات النادي الاهلي، وهي ارضاء الاعضاء في المقام الاول والاخير، الاعضاء كل اعضاء النادي الاهلي، اعضاء نادي الاهلي وكمان الجماهير الاهلاويه.